يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر المسح على الخفين فهل يكون مبتدعا؟ ولماذا أدخل أهل العلم المسح على الخفين في أبواب العقيدة؟ الذين لا يرون المسح على الخفين هم الشيعة الرافضة، لا يرون المسح على الخفين، والمسح متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، متواتر المسح على الخفين ورخصة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ينكرون هذا. أما أهل السنة والجماعة فيرون المسح على الخفين بالشروط المذكورة، ولا ينكره إلا مبتدع أو متشبه بالشيعة. والعجيب أن الشيعة ما يرون المسح على الخفين وهو ثابت عن الرسول، ويمسحون على رجليهم، يمسحون على رجليهم، فما هذا التناقض الباطل والعياذ بالله. نعم، يمسحون على رجليهم ولا يغسلونها. نعم.